الحروق الكهربائية، ما هي أعراضها، علاجها والوقاية منها؟ الحرق الكهربائي هو حرق في الجلد يحدث عند تماس الكهرباء مع الجلد، وعندما يحدث التماس يمكن للتيار الكهربائي أن ينتقل خلال أنسجة الجسم محدثا أذية في الأنسجة والأعضاء. تكون الأذية خفيفة أو شديدة كما يمكن أن تسبب الوفاة. وأكثر الأعضاء التي من الشائع تعرضها للأذية هي القلب، حيث يمكن أن يحدث اضطرابات في النظم وقد يتوقف القلب عن العمل بشكل فجائي. من الأعضاء أيضا التي يتلفها الكهرباء الكليتان، حيث قد تتوقفان عن العمل بشكل طبيعي، وأحد أسباب إصابتهما هي خسارة كميات كبيرة من السوائل نتيجة المساحة الواسعة للحرق. وأخيرا العظام والعضلات، إذا كانت أذية العضلات شديدة يمكن لمحتويات الخلايا العضلية المتضررة أن تتسرب إلى الدم، وتدعى هذه الحالة بانحلال الرويدات. في بعض الحالات يسبب انحلال الرويدات أذية أعراض أعضاء أخرى، قد يحدث قصور كلوي حيث تصبح الكلية غير قادرة على الإطراح وتكثيف البول بسبب إطراح البروتينات العضلية المتسربة إلى الدم خلال الجسم عن طريق الكلية. قد تحدث زيادة شديدة في الضغط على مجموعة من العضلات نتيجة ودمة أو تجمع الدم تعرف باسم متلازمة الحجرات الحادة، وتؤدي إلى نقص في تروية العضلات أو الأعصاب، وبالتالي أذية حركية أو حسية، وهي حالة إسعافية تتطلب العمل الجراحي للوقاية من الأذية الدائمة. كما يتلف أيضا الجهاز العصبي، حيث يمكن أن يؤدي الحرق الكهربائي إلى الإغماء عفوا وضعف العضلات وأذية عينية أو أذنية. ما هي أعراض الحرق الكهربائي؟ تعتمد شدة الأعراض على كمية الكهرباء وطول الفترة الزمنية للتماس بين الكهرباء والجلد. هنالك أنماط مختلفة من الحروق الجلدية الناتجة عن التماس مع الكهرباء، وذلك تبعا للطبقات التي تأذت. المصطلحات التي يستخدمها الأطباء لوصف الأنماط المختلفة للحروق هي السطحية وجزئية السمكة وكذلك كامل السمكة. أعراض أخرى قد تظهر في حالة الإصابة الأعضاء الداخلية. هل يتوجب على المصاب الذهاب إلى الطبيب أو المستشفى؟ نعم، عند الإصابة بحرق كهربائي يجب الذهاب إلى الطبيب أو الممرض على الفور، لأن الحروق الكهربائية قد تسبب في بعض الأحيان أذية جلدية خفيفة مع احتمال وجود إصابة شديدة في الأعضاء الداخلية وأنسجة الجسم. وغالبا ما يتم طلب إجراء اختبارات طبية. سيستوجب الطبيب أو الممرض المصاب ويجري له فحص سريري، وقد تتضمن الاختبارات اختبارات دموية وبولية وتخطيط صدى القلب أو ما يعرف بالإلكتروكارديوغرام، ويسمى أيضا الـECG. يقيس هذا الاختبار الفعالية الكهربائية للقلب. هل يمكن الوقاية من الحروق الكهربائية؟ للوقاية من الحروق الكهربائية عليك أن تغلق جميع المخارج الكهربائية بأغطية حماية للأطفال، إبعاد الأسلاك الكهربائية عن متناول الأطفال، تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية خلال الاستحمام، قطع الضارة الكهربائية عند التدخل على التيار الكهربائي. كيف يعالج الحرق الكهربائي؟ يعتمد العلاج على نمط الحرق الذي تعرض له الجلد ومدى خطورته. تتضمن علاجات الحرق الجلدي الخفيف تبريد الحرق باستخدام قطع ملابس باردة أو تبليلها بمياه ووضعها على مكان الحرق، ومن الضروري التأكيد على عدم وصول الثلج على مكان الحرق. تغطية الحرق بضماد نظيف، وقد ينصح الطبيب أن أو يصف كريم أو مرهم لتسكين الألم الجلدي والوقاية من حدوث إنتان خمجي.
معالجة الألم، وقد يساعد في ذلك رفع الطرف الذي توضعت فيه الإصابة أعلى من مستوى القلب، على سبيل المثال إسناد القدم أو الساق على وسائد. ومن الممكن أيضا أن نتناول مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفات طبية، مثل الأسيتامينوفين أو ما يسمى الباراسيتامول أو الإيبوبروفين. يمكنك أيضا أخذ لقاح الكزاز تيتانوس إذا مضى وقت طويل على أخذ آخر جرعة. تعالج الحروق الجلدية الشديدة في المشافي عادة، ويتضمن العلاج مسكنات ألم قوية، ضمادات خاصة، ومضاد حيوي، أنتيبيوتيك، وأنواع من الكريمات أو المراهم. الجراحة لإصلاح المنطقة التي احترقت، وعلاج الأعضاء الداخلية المتضررة.